اسم كورونا غريبا على مسامعنا هذه الأيام، هو القاتل الخفي، فصيلة من الفيروسات التي تصيب الحيوانات بشكل رئيسي ويمكن أن تصيب الإنسان بالعدوى في بعض الأحيان، ما يطرح علينا تساؤلات عدة. أولها، كيف تنتقل العدوى؟ تنتشر عن طريق السعال أو العطس في حال عدم تغطية الفم بالمنديل. تشخيص الإصابة بالفيروس تتم من خلال معاينة الطبيب المختص لأخذ عينة من سوائل الجهاز التنفسي أو عينة من الدم. وما هي الفترة اللازمة لظهور أعراض المرض؟ تمتد فترة حضانة الفيروس بين اليومين والأربعة عشر يوم، وهو قادر على البقاء حيا لثلاث ساعات في بيئة جافة وثلاثة أيام في بيئة حية ويموت في الحرارة العالية. وغالبا ما يطرح السؤال عن علاج فيروس كورونا باللقاح. للأسف لا توفر اللقاحات المضادة للالتهابات الرئوية حماية ضد فيروس كورونا. والسؤال الأهم، كيف يمكن تجنب الإصابة بالفيروس؟ Sylvie, on revient vers vous avec une autre question. On l'a entendu parmi les interrogations des citoyens. On les a entendues au début de cette